يوم 29 نوفمبر هتحط الجماهير المصرية إيديها على قلبها في انتظار معجزة ما كناش نحلم بيها. محمد صلاح الفرعون المصري نجم ليفربول واحد من 30 مرشح للفوز بالكرة الذهبية، ورغم ترشيح صلاح في آخر نسختين لكنه بيعيش دلوقتي أعلى فورمة في مسيرته. بالتالي تعالوا نجاوب على السؤال الأكثر طرحاً في الشارع المصري، ماذا يحتاج صلاح ليفوز بالكرة الذهبية؟ أولاً خلينا نوضح إن في 3 معايير أساسية حطتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لترشيح اللاعبين. أولاً الإنجازات الفردية والجمعية خلال العام، ثانياً الموهبة واللعب النظيف، ثالثاً تقييم كامل لمسيرة اللاعب. بناء على المعايير دي وبواسطة صحفيين من مجلة فرانس فوتبول، تم اختيار قائمة أولية من 30 لاعب للفوز بالكرة الذهبية. الخطوة التالية بتكون تصويت صحفيين دوليين بواقع صحفي ممثل عن كل دولة. كل صحفي بيختار أفضل 5 لاعبين من وجهة نظره بالترتيب. أما طريقة حساب النقاط، فصاحب المركز الأول في اختيار الصحفي بياخد 6 نقاط، وصاحب المركز الثاني بياخد 4 نقاط، وصاحب المركز الثالث بياخد 3 نقاط، وصاحب المركز الرابع بياخد نقطتين، أما صاحب المركز الخامس فبياخد نقطة واحدة بس. بعدها بيتم جمع كل نقاط اللاعبين بعد جرد أصوات كل الصحفيين واختيار الفائز. طب يحصل إيه لو تعادل لاعب أو أكتر في عدد النقاط الإجمالي؟ وقتها بيفوز اللاعب صاحب عدد الأصوات الأكبر في المركز الأول، لكن لو استمر التعادل يبقى اللاعب الأكثر حصداً للمركز الثاني، وبعدها لو استمر التعادل يبقى اللاعب الأكثر حصداً للمركز الثالث. طيب ماذا لو ظل التعادل قائماً بين لاعب أو أكتر بعد اللجوء لكل المعايير دي؟ وقتها يتعمل تصويت جديد لاختيار الفائز بين اللاعبين المتساويين، ولو ساعتها لم ينتج عن فائز فالقرار النهائي بيرجع لرئيس تحرير فرانس فوتبول علشان يحدد صاحب الكرة الذهبية. فهل نقدر نشوف صلاح متوجا بأغلى جائزة فردية كروية على وجه الأرض؟